السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله تمام، إن شاء الله مبسوطين. اليوم إن شاء الله تعالى بدنا ناخذ عدة أسئلة مهمة جدا، وما في محادثة بتخلى من هدول الأسئلة، إما أنه شخص بيسألك إياهن أو أنت بدك تسألهن لشخص. بدنا ناخذهن إن شاء الله مع إيش؟ مع الإجابات. بدي إياك تصحصح معي منيح وفنقر عينيك يا معلم، و افتح دنياك، ركزوا معي منيح. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ. What's your name؟ تتنقذش، معناها ايش اسمك يعني؟ سؤال بسيط جدا. تمام. What's your name؟ What's your name؟ ما اسمك؟ ايش اسمك؟ وش اسمك؟ ايش الجواب؟ My name is، وبتجاوب كذا كذا. My name is برا، ممكن My name is إبراهيم، My name is خليل، إلى آخره. اثنين، What's your job؟ What's your job؟ What's your job؟ What's your job؟ يعني إيش وظيفتك؟ أو إيش بتشتغل؟ أو إيش عملك؟ الجواب بسيط جدا، بدك تقول له I am، أو يعني I am a teacher، I am a doctor، I am an engineer. رقم ثلاثة، What's your address؟ What's your address؟ What's your address؟ معناها إيش عنوانك؟ يعني ما هو عنوانك؟ تقدر تقول له وين ساكن بالضبط، ما تقدر تقول له شارع كذا كذا، في منطقة كذا كذا، في الحارة هيك هيك. أربعة، What's your telephone number؟ What's your telephone number؟ What's your telephone number؟ تمام، ايش نمرة تلفونك؟ سؤال اللي وراه، How old are you؟ How old are you؟ معناها كم عمرك؟ تمام، فانت بدك تقول له I am مثلا 13، I am 20، I am 19. ممكن تقولها لحالها، ممكن تقول I am 13 years old، I am 19 years old، I am 20 years old. لورا، Where are you from؟ Where are you from؟ من وين انت؟ يعني من وين النضوة؟ من وين هالشاب؟ تمام؟ فانت بدك تقول له I am from، مثلا بدك تقول له I am from Palestine، I am from Jordan، اي يعني دولتك بدك تقول له. اللي وراها، Where do you live؟ Where do you live؟ يعني وين بتسكن او وين بتعيش، وين المكان بتعيش فيه. بدك تقول له عن قريتك مثلا او مدينتك اللي بتعيش فيها، I live in، وبتحدد له اياها. I live in خان يونس، I live in Gaza، I live in Cairo. بتمنى طبعا بالنهاية تكونوا استفدتوا. لازم 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 قدر المستطاع انه الاسئلة هذه تكتبها عندك على الدفتر، وانك تحاول تمارسها قد ما تقدر، حتى مع صاحبك، مع اخوك، في جروب للتعلم. عندنا احنا جروب للواتساب ان شاء الله، ححطه في الديسكريبشن. اي واحد بده، حابب انه يتعلم اللغه ويسال ويجاوب وحوارات ان شاء الله ومناقشات، يتواصل ايش معنا، وان شاء الله بنضيفه في الجروب. تحياتي لكم، يعطيكم الف عافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.